فينا من المغرب. مهندس أحمد كريم سلمان من العراق. كنت محتاجة فعلا مساعدة ومساعدة. أن أقدم جزيل الشكر للقناة. شكرا من كل قلبي لقناة منحمة كل الألوان. امتناني لمصداقيتها. كرمال هيك أنا بحب أشكر أصحاب القناة، بحب أقول لهم شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة كويسة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية ممتازة جدا، بس قبل ما أتكلم عن المنحة دي حاب أوضح لدي قناتنا، قناة منح من كل الألوان، هتلاقوا عليها فرص ومنح كتيرة جدا، بالإضافة كمان ده الويب سايت الرسمي الخاص بينا، هتلاقوا عليه أيضا فرص ومنح كتيرة جدا، فياريت تتصفحوا القناة والويب سايت عشان تتعرفوا على أحدث المنح الدراسية. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. منحة النهاردة هي منحة دراسية ممولة بالكامل في النمسا. الدولة اللي هيكون فيها الدراسة هي دولة النمسا، تمام، ودولة من أقوى الدول الأوروبية. بالنسبة للجهة المانحة هي فيينا University of Technology، دي الجهة أو الجامعة اللي بيكون فيها الدراسة واللي مقدمة المنحة. بالنسبة للمرحلة الدراسية الموجهة ليها المنحة دي، المنحة دي متاحة لدرجة الماجستير فقط، يعني الناس اللي عايز تدرس بكالوريوس أو دكتوراه غير متاح ليهم التقديم، متاح فقط للناس اللي عايز تدرس ماجستير، أو الناس مثلا اللي في آخر سنة بكالوريوس وعايز تدرس الماجستير، أو الناس اللي درست ماجستير وعايزة تاخد درجة الماجستير مرة تانية، تمام كده؟ طيب بالنسبة بقى للتمويل المتاح في المنحة دي، تمويل صراحة ممتاز مقارنة مع ان دي يعني منحة جامعية مش منحة حكومية. المنحة دي يا جماعة ممولة بالكامل، هتاخد فيها رسوم الدراسة كاملة بالمجان، مش هتدفع اي تكاليف خالص لرسوم الدراسة. طبعا عارفين النمسا وغيرها من الدول الاوروبية بيكون الدراسة فيها غالية جدا، فالجامعة هتتكلف لك بكل رسوم الدراسة. كمان هتاخد راتب شهري مقداره 500 يورو، 500 يورو شهريا انت بتاخدها عشان تغطي احتياجاتك الشخصية ومصاريفك، تمام؟ كمان طبعا ما تنسوش ان النمسا من الدول الاوروبية مسموح لك كمان انك تشتغل يعني تشتغل في العطلات الاسبوعية وتشتغل بدوام جزئي 20 ساعة اسبوعيا، اللي هو تكلفة الساعة الواحدة بتكون 9 يورو، يعني انت بتقدر تطلع كمان راتب اضافي من العمل الجزئي، تمام؟ وفي العطلات بتقدر تشتغل بدوام كلي. ده بالنسبة كمان للعمل اثناء الدراسة. كمان ما تنساش بقى ان طبعا الجامعه دي فيينا يونيفرسيتي اوف تكنولوجي، ان النمسا والجامعه دي تعتبر يعني الجامعه دي من افضل الجامعات حول العالم، تمام، وده بيدي لك قيمه اكتر بعد تخرجك وفي الكارير بتاعك. كمان امكانيه المشاركه في عدد من الفعاليات والدورات التدريبيه، المنحه دي او الجامعه دي بتعمل يعني الجامعه دي بتعمل دورات تدريبيه سواء داخل النمسا او خارجها، بتقدر انك تروح وتشارك وتحضر تدريب في مجالك، تمام. طيب هنا دي رابط جروباتنا على الواتساب ورابط جروباتنا على التليجرام، ياريت تنضموا عليها عشان توصلكوا برضو أحدث المنح الدراسية. بالنسبة للدول المتاحة للتقديم، المنحة دي متاحة لجميع الدول سواء انت من دولة عربية أفريقية أسيوية، بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة. طيب بالنسبة للتخصصات المتاحة في المنحة دي، التخصصات اللي موجودة عندنا مش كتير، تمام، تخصصات مرتبطة بالهندسة، عندك زي يعني البيزنس انفورماتكس، تمام، داتا ساينس، كمبيوتينج، فبتشوف التخصصات او التخصص المناسب ليك اللي انت حابب تقدم عليه وبتختاره، تمام كده. طيب بالنسبه هنا عندنا بعض الملاحظات في المنحه دي. المنحه دي يا جماعه ليس بها حد اقصى العمر للتقديم فيها، سنك صغير سنك كبير بتقدر تقدم على المنحه بكل سهوله. عندنا كمان شرط مهم جدا ولازم تركز عليه، المنحه دي متاحه للاناث فقط، يعني للشباب او الفتيان غير متاح ليهم التقديم، تمام، متاح للطالبات فقط الإناث أو الإناث فقط، لازم هم اللي يقدموا. لو قدمت طلبك على أساس أنك شاب مثلا أو طالب ما ينفعش، لازم طالبة أو من الإناث هم اللي يقدموا، تمام. طيب ده من ضمن الشروط المهمة جدا واللي لازم التركيز عليها. كمان إذا أنت خريج أو طالب في آخر سنة بكالوريوس يمكنك التقديم، لو أنت في آخر سنة بكالوريوس أو متخرج خلاص من بكالوريوس وعايز تقدم على ماجستير بتقدر تقدم عادي خالص، تمام. طيب بالنسبة للأوراق المطلوبة في المنحة دي، أوراق بسيطة مش معقدة، مطلوب منك خطاب التغطية، حاجة اسمها كفر ليتر بتعمله، تمام، كمان مطلوب حاجة اسمها خطاب النية موتيفيشن ليتر بتجهزه أيضا، مطلوب منك السي في بتاعك السيرة الذاتية، ويفضل إن السيرة الذاتية تكون على الطريقة الأوروبية. كمان مطلوب منك شهادة البكالوريوس وكشف الدرجات، ولو انت في اخر سنة من البكالوريوس بتجيب شهادة السنة اللي قبلها، تمام، لحين تخرجك. كمان مطلوب 2 خطابات توصية برضو يعني ترفقهم،
كمان شهاده اثبات اللغه الانجليزيه دي لو موجوده معاك. شهاده اثبات اللغه الانجليزيه مش ضروريه، بس يفضل لو معاك اثبات للغه الانجليزيه تحطه. تمام. طيب كيفيه التقديم بقى للمنحه دي؟ التقديم بسيط للمنحه دي، مفيش ابلكيشن اونلاين، بيقول لك ان انت بترسل جميع الاوراق المطلوبه الى هذا الايميل. يعني كل الاوراق اللي احنا قلنا عليها دي بتروح جاي عاملهم كلهم في ملف او بتجهزها في مجموعه ملفات، وتروح بعتهم على هذا الايميل، وتكتب فيه التايتل بتاع الايميل، تكتب ان هو ابلكيشن. تمام. ابلكيشن مثلا فور فيينا يونيفرستي اوف تكنولوجي سكولرشيب. تمام كده، عشان توضح ان ده تقديم للمنحه. تمام كده، بتبعته على هذا الايميل، ده ايميل استقبال الملفات الخاصه بالمنحه. اخر ميعاد للتقديم للمنحه دي هو 30 نوفمبر 2021. لسه معاك وقت تقدر تجهز الاوراق المطلوبه منك. تمام، ويعني كل حاجه ان شاء الله هتكون تمام. هنا عندنا ملاحظات. ما تنسوش طبعا ان قناتنا قناه منح من كل الالوان، بتوفر خدمات اضافيه زي اللي احنا بنوفر منح دراسيه مضمونه القبول 100% في الصين، وخدمه التقديم بشكل احترافي. يعني اللي عايز تقدم على المنحه دي من خلالنا متاح، كمان خدمه تجهيز الاوراق بشكل احترافي، وخدمه التقديم على الكورسات. ولو عايز اي خدمه من الخدمات دي بتلاقي رابط استمارات كل الخدمات في صندوق الوصف اسفل الفيديو، وكمان بتلاقي رابط خدماتنا هنا فيها كل الخدمات المتاحه اللي احنا بنقدمها. تمام. طيب خلينا دلوقتي نروح نشوف الاعلان الرسمي للمنحه اللي فيه كل التفاصيل. هتيجي تضغط على كلمه الاعلان الرسمي ده وهيفتح معاك بالشكل اللي احنا هنشوفه ده، هتلاقي كل التفاصيل اللي انا قلتها من الموقع الرسمي. تمام، زي ما احنا قلنا الجامعه دي من افضل واحسن الجامعات حول العالم، وكفايه انك هتدرس اصلا في دوله النمسا. هنا كل التفاصيل. تمام، ده الموقع الرسمي للجامعه، هنا كل التفاصيل. بيقول لك ايه الاشياء يعني اللي بتشملها. بيقول لك هنا البرامج هيتم تدريسها باللغه الانجليزيه، مش محتاج لغه المانيه او غيره. التمويل 6000 يورو اللي هي بما يعادل 500 يورو شهريا، وعندك كمان الدراسه مجانا. التخصصات المتاحه اللي انت ممكن تقدم عليها. تمام، الاوراق المطلوبه وترسلها الى هذا الايميل وتكتب كلمه ابلكيشن. تمام، كل ده يعني موضح هنا بالشكل ده. تمام. طيب كده وضحنا كل التفاصيل الخاصة بالمنحة. تبعت الأوراق بتاعتك على الإيميل زي ما احنا قلنا. فكده شرحنا كل التفاصيل. ما تنسوش طبعا خدماتنا، وما تنسوش آخر ميعاد 30 نوفمبر 2021، وإن شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق والقبول لكم في المنحة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.